عادي. لما بتقعدي تبصي في المرايه اكتر حاجه بتحبيها في وشك ايه؟ عينيا. يا حلاوه عينيا. لا عارف ليه؟ لان اول في الاخر الانسان يعني الانسان بيعبر بعينيه. سيبك في التمثيل، حتى في الحقيقه لما بتقعد قاعد مع حد، انا بقول دايما اول امبريشن، نقول مثلا ما اعرفكش، اي حد عايز احكم عليه اشوفه قبل ما يتكلم احكم عليه على طول من 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 نظرته. من نظرته بقدر يعني على الاقل تقدري تفهمي من العين اللي قدامك هو ايه، يعني تركيبته ايه. انت من الناس اللي بتفهم حد في العيون؟ حد الحمد لله. طب انت عينيكي ايه بقى؟ إيه؟ من أي نوع؟ لا أنا بيبان عليا، لأن أنا في الأف، أنت مش بتقولي، قلت لك أنا اندفاعية وانفعالية، فالشخصية دي لما تلاقيها بقى عكس، أوه بيبان عليها الفرق على طول، هتعرف إنها لا هتعرف إنها مش في المود، أو هتعرف إنها مالك مثلا مش في المود ليه، هتعرف إن أنا مش مفوقة وهايبر وعارف كده يعني مركزة وفي المود. فبيبانوا. في ناس لا بيبقوا بوكر فيس، ما تقدرش تحكم هم مبسوطين زعلانين متنرفسين باردين. ما احبش انا الناس اللي بيبان عليك مبسوطه لازم. بيبان زعلانه بيبان. طب ما ده حلو، انا عشان صادقه في شخصيتي فبيبان عليا على طول من نبره صوتي وكده. انما اللي يبقى على نفس التون من اول لاخر ده اللي تخافي منه بقى. طبعا مش عارفه هو ناوي على ايه. لانه كده هو بيجي على نفسه عشان ما يخليكش انك ترسي عليه هو ايه. فده مش حلو. ايه نقطة قوتك الأنثوية؟ حلو السؤال. ايه هو نقطة قوتي الأنثوية؟ ان انا بقدر العب كذا شخصية ست. يعني كذا شخصية ست في ست واحدة. فده حلو. في ممكن ست تبقى قوة شخصيتها ضعفها. ما هو الضعف ساعات ممكن يبقى قوة. بيفيد؟ ممكن يبقى قوة. في ناس ممكن في ناس بتفسرها كده. وفي ستات أنوثة متفجرة. وفي ست بيبي. وممكن تلعب ست فرحه وفنكي ومرحه. تعرفي تختاري امتى تبقي الست دي والست دي والست دي؟ دي الشطاره بقى انك انت بقى ذكيه في ده. دي الشطاره انها تبقى تقدر تدي كذا كاركتر. ده حلو بيساعدها وما بيزهقش اللي قدامها شريكها كده يعني.